الرؤية الأمريكية هل هي متوافقة مع رؤية جو بايدن، أم أن كل الرؤساء الأمريكيين لطالما خاضوا في يعني هذا الأمر في العلن وكان في السر رأي آخر؟ برأيي أنه هذا جزء من العلاقات العامة، ترى الرماد في العيون، مجرد ما يسمى بفتح آفاق يعني للفلسطينيين بحيث أن يتم امتصاص غضبهم أو احتوائهم أو تجاوز الهبات أو الانتفاضات التي قاموا بها. الأمريكيون ليسوا جادين على الإطلاق، لو كانوا جادين لكانت يعني منذ ريغان في الثمانينات الذي تحدث عن وطن قومي للفلسطينيين، ولكن حتى اللحظة بعد مرور 40 سنة تقريبا لم يحدث شيء. فكرة حل الدولتين فكرة أصبحت هلامية وغامضة جدا، على الأقل بالنسبة كما يطرحها الغربيون، لأنه اتفاق أوسلو مثلا كان يمكن لاتفاق أوسلو أن يترجم تماما إلى دولة فلسطينية، ولكن واضح أن كانت السياسات التسويفية والتأجيلية ومحاولة إدارة الاحتلال وليس حله، كل ذلك أدى إلى أنه حل الدولتين يعني يتضاءل ويتآكل جدا من خلال عمليات الاستيطان، من خلال عمليات ترسيخ الاحتلال، طرد الناس، محاولة تخفيض السقف القومي والمطالب القومية للفلسطينيين. بالتالي ما برأيي أنه يعني أنا شخصيا أشك كليا فيما يقوله جو بايدن حول حل الدولتين، وأنا أعتقد أنه هذا ذر رماد في العيون، وكما قلت محاولة إدارة علاقات عامة مع الشركاء مع الأصدقاء حتى مع الفلسطينيين، ولكن ليس الأمر ليس كذلك.